نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوعنا اليوم في حصة المحاضرات كيف ننفذ نظام المعهد في الجامعات وكيف نعرف في المنافق والبلاد. الطلاب حينما يشاركون في الدورات التدريبية فيجدون الحماسة على أخذ هذه الدورة والغير على حفاظ اللغة العربية. فأول شيء وأحسن شيء أن يعقدوا مثل هذه الدورات في صورة صغيرة في جامعاتهم ومدارسهم. والحمد لله، وهذا أنا أريد أن أذكر في هذا الوقت أن أول جامعة التي رحبت بنا واستقبلتنا هي جامعة تعليم الدين بابهيل، وهناك أستاذ المفتي إرفان المالغاوي هو أول من قرأ إعلان الدورة التدريبية قبل 4 سنوات وعلق إعلانه في جامعته الكبيرة الشهيرة التاريخية التي مضى على تأسيسها أكثر من 100 عام. نعم، وفي ذلك الوقت المعهد كان كطفل صغير لم يكن له اسم ولا رسم، ومع ذلك هو اهتم اهتماما بالغا وعلق الإعلان وأرسل الطلاب، وبدأت هذه السلسلة الذهبية حتى في السنة الثانية قد قدم أكثر من 60 طالبا من تلك الجامعة أسماءهم للمشاركة في هذه الدورة. وهكذا والحمد لله بدأ عدد الطلاب يزداد فيزداد، وما شاء الله الذين شاركوا من هذه الجامعة وكذلك من جامعة ملاه الدارين سركيسر هم بدأوا هذا النظام في جامعتهم. نعم، وأجروا ونفذوا نظام المعهد إلى سنة كاملة. فالآن أدعو هؤلاء الإخوة، هم يأتون وإن شاء الله يقدمون تجاربهم، وبعد إن شاء الله لو يبقى أي توجيه فأوجهكم إن شاء الله عز وجل. وبدعت محمدا إلى كافة أهل البدر والحضر، فأحل وحرم وباه وحذر، وابتلاه في بداية النبوة بمداراة من كفر، فدخل دار الأرقم فاقتسى واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر، فصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامن الغرى، وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. أيها الإخوة، عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وتبوأكم مساكن طيبات تبوأها تحية من سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا الاجتماع، وشكرا على بشاشة الوجوه وصدق القلوب، وشكرا على صدق القلوب وكرم النفوس. أيها الإخوة، أنتم تعلمون جيدا، أنا أقدم أمامكم قبل كل شيء وقبل كل شيء أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى مبتهلا متضرعا خاشعا وخاضعا وشاكرا وحامدا على هذه النعمة الشاملة. وهذا من حسن حظي ومن حسن أقداري أن قد الشيخ حماد كريمي الأستاذ الفاضل الأديب البارع وكلفني أن أقدم أمامكم كلمات عن هذا الموضوع الذي قدمه إليكم، أي كيف نبدأ هذا النظام، أي نظام المعهد العربي في مدارسنا وفي جامعتنا، كيف نبدأ، ما هو الأسلوب وما هي الطريقة. فأحاول إن شاء الله تعالى اليوم أن أقدم أمامكم مختصرا كيف نبدأ هذا النظام في مدارسنا وفي جامعتنا. أيها الإخوة، أنا لا أقدم أمامكم محاضرة قيمة، لكن إن أقدم أمامكم كلمات متواضعة، لأن أشارني من أشاره حكم وطاعته غنم، فلبيت نداء تربية المستطيع وقيمة جهد المستطيع. أيها الإخوة، مما لا شك فيه أن هذه الدورة التدريبية لها دور هام في مجال نشر اللغة العربية،
قد ساقني سائق التوفيق وقد قادني حب اللغة العربية إلى حضور الدورة التدريبية السادسة التي أخذها المعهد الإسلامي في رحاب جامعة قسنبة غزرات. فأنا شاركت بحمد الله وبفضل الله تعالى في تلك الدورة التدريبية السادسة ومعي أيضا 5 طلاب من جامعتي. فنحن شاركنا في الدورة التدريبية وقضينا شهرا كاملا في رحاب جامعة رياض العلوم قسنبة. وحينما انعقدت الحفلة النهائية بين في تلك الحفلة فضيلة الشيخ حماد كريمي كلمة أن أقدم أمامكم. هذه هو يقول: هذه الدورة التدريبية لا تجعلهم أديبا بارعا، بل تقدم أمامكم الطريق السهلة لتعلم اللغة العربية. وكيف نستمر على الميران، وكيف نواظب على الميران حينما نراجع حينما نرجع إلى مدارسنا؟ كيف نستمر على هذا الميران؟ لأن بعض الطلاب يشاركون وبعد ذلك حينما يراجعوا إلى مدرستهم هم نسي منسية كما قال الشيخ حماد كريم الآن. فهناك طريق سهلة، كيف نبدأ هذا النظام في مدارسنا؟ لأن في مدارسنا مسؤوليات كثير التي تعود إلى على أكتافنا، مثلا المطالعة بالكتب وغير ذلك، المقرة الدراسية، هنا مسؤوليات كثير. وفي البداية حينما شاورنا مع أساتذتنا في البداية نحن محتار جدا على هذا الأمر، كيف نبدأ هذا النظام؟ لأن هناك مسؤوليات كثير، مثلا مقرة دراسية لا يساعدنا أن نبدأ هذا النظام بعينه في مدارسنا كما تشاهدون في هذه الدورة التدريبية من الصباح إلى المساء، لا يناسبنا ولا يمكننا. فأولا شاورنا مع أساتذتنا وشاورنا مع أصدقائنا كيف نبدأ هذا النظام. فأخيرا جعل الله تبارك وتعالى لنا مخرجا، وجعل الله تبارك وتعالى لنا طريقا سهلا لإجراء هذا النظام.